عشوائية في النقل العام تعانيها السماوة، والمعاناة تشمل سائقي السيارات أيضا. هنا يبحث هؤلاء الطلبة عن سيارة لنقلهم إلى وجهتهم، في حين ينتظر السواق الركاب لنقلهم إلى وجهتهم أيضا بعد تغيير مكان وقوف سياراتهم. هذا المكان كان جراجا خاصا لسيارات أحياء الصوب الصغير في السماوة، لكنه تحول قبل سنوات إلى الاستثمار وبنيت فيه محلات تجارية، ما جعل السائقين بلا مكان. شان هذا جراجنا خاص، سووه مثقفات والبلدية طتة استثمار. هسه هذا الاستثمار المحلات ذن كلهن زنجار ومخلين كرفانات وراهن، يعني لا مستفادة من عندهن لا مواطن ولا دولة. محلات هاي لو فلشونا رجعون جراجنا القديم، جراجنا ذاك بنظام وهي واقفه بالباب وتحاسب على الصغيره وعلى الكبيره. هسه ماكو حاجه تايه. ورغم عدم وجود مرآب خاص بهم، يقول سائقو المركبات انهم يدفعون سنويا ويوميا رسوما وضرائب مقابل عملهم في قطاع النقل الداخلي، ورغم ذلك فهم لا يزالون يركنون مركباتهم في الشوارع العامه. هاي الجبايه هي باطله، وصل خط وبحف جاي ندفع للدولة، ضريبة جاي ندفع للدولة، رسوم مرور ما مرور جاي ندفع للدولة، مقابل شنو مقابل لا شيء. شنو النقص عندها الدولة من أموال أو ما تذبها برأس السائق؟ هسه تعطونا جراج، رايدين جراج، يعني الصبح هيئة النقل لازمة التقاطع هنا وتحاسب الناس، وصل خطك بحثك، وصل خطك بحثك. مع عشوائية النقل الداخلي يطالب مواطنون بتفعيل قطاع النقل العام داخل أحياء السماوة لتسهيل حركتهم وتنظيم حركة النقل وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين. ما موجودة جراجات داخلية، بعدين نقل عام من جهة الجهات المعنية المحلية يعني على حساب الدولة، هم موجود نقل عام لا للطلاب لا للموظفين. يعني تشوف هسه أنت تريد لك تاكسي تمشي لك فد نص ساعة على مود تحصل لك سيارة واقفة بمكان واحد، زين تجي تريد تصعد بالسيارة قال لك هذا مو موقف. مع غياب وسائل النقل العام وعشوائية جراجات النقل الداخلية، يضطر كثير من المواطنين إلى استخدام سيارات الأجرة، ما يضيف عليهم أعباء مالية في ظل تدهور اقتصادي تعيشه المحافظة. من المثنى خليل بركات، يو تي في.